مساء الخير على كل مشاهدي برنامج عربوت في كل مكان، حلقة جديدة وأخبار جديدة إن شاء الله تعجبكم. خلوني في البداية أرحب بزميلي فاروق. فاروق، الأخبار كله تمام؟ كله تمام. أهم وآخر الأخبار الفنية والحصرية فقط في عربوت، وأكيد طبعا كمان ما تنسوش تابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. يلا بينا نبدأ حلقتنا معكم بالهايلايتس. كندا علوش تبدأ تصوير حجر جهنم مع إياد نصار. أحمد حاتم ولقاء خاص لكاميرا عربود. أحلام للمرة الأولى في لبنان بعد مشكلتها مع الشعب اللبناني. لقاءات حصرية لكاميرا عربود مع النجم هاني رمزي والنجمة مايا نصري من كواليس فيلمهم الجديد قسط بيوجعني. النجم العالمي ليناردو دي كابريو بيطرح فيلمه الأخير Before the Flood مجانا على الإنترنت. كاميرا عربود في كواليس مسلسل اختيار إجباري ولقاءات حصرية مع أبطاله، وكريم فهمي بيكشف لنا علاقتهم ببعض في كواليس. بدأت الفنانة كندا علوش تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل الجديد حجر جهنم، والمسلسل من تأليف هالة الزغندي وإخراج حاتم علي. وبيشارك في بطولة المسلسل الفنانة شيرين رضا وأروى جودة وإياد نصار، وكمان الفنان فراس سعيد والحقى نجاح كبير جدا في الدراما المصريه. داخلين حجر جهنم، مسلسل كنا هنعمله السنه اللي فاتت، يعني طبعا اجلناه لسبب اننا من السنه اللي فاتت كنا في زحمه شغل كبيره جدا. والمسلسل عدد حلقاته 45 حلقه، وكان مرشح لبطوله المسلسل في البدايه الفنانه غاده عادل، وبعد كده اعتذرت وترشحت بعدها الفنانه روبي، واعتذرت هي كمان، وبعد كده تم الاستقرار على الفنانه كندا علوش. وبتدور احداث مسلسل حجر جهنم حول ثلاث زوجات بيخططوا لقتل ازواجهم، وخلال الاحداث بيتم قتل زوجين بس، والتاب بيعيش وبيقرر انه ينتقم لنفسه ولاصحابه اللي ماتوا. وبيعتبر ده التعاون الثاني بين الفنانه كندا علوش والفنان اياد نصار، وقدموا في شهر رمضان اللي فات مسلسل افراح القبه مع المخرج محمد ياسين. ماضي مش راضي بطل تفكير فيه. ما تقلقش يهرب، يهدي لك نفسك يا كرم يا ابن هنيه. ايه رايك في المسرح يا كرم؟ وكمان بتشارك كندا علوش مع الفنانه شيرين رضا والفنانه أروى جودة للمره الثانيه بعد مسلسل العهد، واللي قام بتاليفه محمد امين راضي واخرجه خالد مرعي، وحقق كمان المسلسل نجاح كبير جدا، وكان من المفترض عمل جزء تاني من المسلسل لكن المشروع ما اكتملش. ماله العهد؟ العهد لسه فيه صفح فاضيه كتير مش مكتوب فيها حاجه، هكتب فيها موتك. كفر ده ملوش غفر ولا ايه؟ خايفه دول غدارين ملهمش امان. الحق حق ولو طال الزمن. من المعروف ان اخر اعمال كندا علوش في السينما هو فيلم هيبتا، وشاركت في بطولته مع مجموعه كبيره جدا من النجوم. رقم 7 ده عجيب، وبما ان 7 رقم يرمز للكمال، علشان كده ما كانش غريب ابدا ان مراحل الحب المكتمل يبقوا 7 برضو. الفنان احمد حاتم بيخوض تجربه سينمائيه جديده من خلال فيلم يوم من الايام. يوم من الايام بطوله محمود حميده ولطفي لبيب وهبه مجدي ورامز امير، وهو من اخراج محمد مصطفى ومن انتاج حسين القله ومن تاليف فريد يوسف. فيلم في يوم من الايام ده انتاج استاذ حسين القله، المنتج الاب الروحي بتاع فيلم اوقات فراغ، واخراج استاذ محمد مصطفى برضه المخرج الاب الروحي بتاع فيلم اوقات فراغ. فهم كلموني، عندهم فيلم، الفيلم ده بطولة أستاذ محمود حميدة، فيلم بسيط جدا بيتكلم عن فكرة الحب بشكل بسيط جدا. دوري فيه اللي هم عايزيني فيه دور يعني مش كبير خالص، يمكن يبقى 4-5 مشاهد مثلا. ورغم ان احمد حاتم بقى من نجوم اليوم مساحات كبيرة جدا في ادوارهم الفنية، الا ان دوره في الفيلم ده مش كبير. يوم الايام بيتكلم عن قصة سواء اتوبيس، بنعرف حكايته كلها، وازاي هو بقى كده، وعلاقته بالناس اللي حواليه، اللي كل علاقه من الناس اللي حواليه شبه الافلام المالتي بلوت، يعني كل حد من الناس اللي حواليه بقى عنده حكايه، والحكايه دي كلها في المين ايديا بتاعت الفيلم اللي هو الحب. وشخصيتي بقول لك 4-5 مشاهد هو واحد من ركاب الاتوبيس، يعني بيركب الاتوبيس ده معاهم وبنية معينة وبطريقة معينة وعايز يوصل لحاجة معينة ويعمل حاجة معينة، وفجأة بنشوفه هيعمل ايه. كمان من بين الأعمال اللي بيشارك أحمد حاتم في تصويرها هو مسلسل نوايا بريئة في الجزء الثاني، واللي حقق جزء الأول نجاح كبير. نوايا بريئة صورنا منه 30 حلقة،
والمفروض ان فاضل لنا لسه 30 تانيين. ال 30 الاولانيين كان اخراج استاذ سيف يوسف واستاذ عصام حلمي، وكان اشراف استاذ عثمان ابو لبن المسلسل كله. فكره الاب الروحي، يعني فكره جاد فادر، يعني فكره الاب اللي هو عبد الفهد ابويا اللي بيتاجر في السلاح، اللي ابنه كانش عايز يشتغل في الموضوع ده، بعدين قرر يشتغل ومسك هو الشركه لما ابوه وقع وبقى هو اللي ماسك الموضوع كله. احمد حاتم كان ليه تجربه ناجحه جدا في رمضان اللي فات من خلال مسلسل فوق مستوى الشبهات مع النجمه يسرى. فوق مستوى الشبهات مسلسل هو العمل الثاني مع مدام يسرى والعمل الثاني مع العدل جروب. علاقتي بمدام يسرى يعني علاقه انا بشوفها انا محظوظ فيها ان انا اعرفها، ومحظوظ لاني يعني اشتغلت معها قبل كده، وبشكل ما هي ادتني المساحه ان انا يعني اعتبرها زي اختي الكبيره مثلا، اقعد اتكلم معاها في اي حاجه انا عايز اتكلم فيها. وطبعا مشاهد الخيانه اللي جمعت نجلاء بدر واحمد حاتم وطريقه كشف خيانتهم اثارت ردود افعال قويه جدا. والله مشاهدي مع نجلاء بدر كلها بشوفها يعني مشاهد مش سهله خالص. العلاقه الواقعيه قوي بتبقى شويه في التمثيل مش اسهل حاجه، يعني لو انت بتحاول توصل انك تبقى طبيعي قوي واقعي قوي بتضطر تستغنى عن كل الحاجات اللي انت ممكن تتدرى فيها. انت بتحاول تبقى حقيقي وبسيط بس، ما بتحاولش تخلق حاجه مستعاره عنك. يا ترى هي الدوله اللي اختارها محمد عادل امام علشان يصور فيها فيلمه الجديد علي الزيبق؟ ده اللي هنعرفه معاكم كمان شويه. الفنانة نادية لطفي اتحسنت حالتها الصحية بشكل كبير، وده طبعا اللي خلى الأطباء في مستشفى المعادي العسكري يقوموا بنقلها من العناية المركزة لغرفة عادية، وكمان السماح بزيارتها بعد ما كان ممنوع عنها الزيارة. الفنانة نادية لطفي كانت تعرضت لوعكة صحية كبيرة بسبب الألام في ضلوع القفص الصدري وبعض المشاكل الصحية التانية، وجه قرار نقلها لغرفة عادية بعد حوالي 50 يوم من وجودها في العناية المركزة. المشاكل الصحية اللي تعرضت لها الفنانة نادية لطفي كانت بسبب دواء العلاج العظام، بس طبعا سبب لها مشاكل، وكانت اتنقلت في البداية لمستشفى القصر العيني ومنها المستشفى المعادي. الفنانة نادية لطفي من مواليد 1937، وكان أول من اكتشف موهبتها الفنية المخرج رمسيس نجيب، ومن بعدها شاركت في أكتر من 48 فيلم سينمائي بأدوار البطولة. من أشهر أدوارها في الأفلام كان دورها فيلم الناصر صلاح الدين للراحل يوسف شاهين، وكمان فيلم الخطايا. ممكن أعرف اسم الفارسة؟ الفارسة لويزا دلويزينيو قائدة الهوسبيتاليين. وإذا فاجأ أحد الجنود قائدته وهي تبكي. وما اسم القائد العربي؟ عيسى. الفنانة نادية لطفي شاركت العندليب عبد الحليم حافظ في بطولة فيلم أبي فوق الشجرة، واللي بيعتبر ده آخر أفلامه السينمائية في سنة 1969. وفي نفس السنة شاركت كمان في بطولة فيلم المومياء، واللي بيعتبر واحد من أهم أفلام السينما المصرية للراحل شادي عبد السلام. وكمان شاركت الفنانة نادية لطفي عدد كبير من النجوم زي الفنانة سعاد حسني بطولة فيلم للرجال فقط، واللي حقق ضجة كبيرة جدا في وقت عرضه سنة 1964. الفنانة نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق، وكانت آخر أعمالها مسلسل ناس ولاد ناس سنة 1993، لكن آخر أعمالها السينمائية كان فيلم الأب الشرعي سنة 1988. أكيد طبعا بيتمنى الشفاء العاجل للفنانة نادية لطفي والخروج من المستشفى ويكون بصحة جيدة دايما. ودلوقتي نروح معاكم لأخبارنا، وهنبدأ معاكم مع الفنان محمد عادل إمام، واللي بيقوم حاليا بعمل جلسات عمل مع المؤلفين مصطفى صقر ومحمد عز والمخرج حسين المنباوي علشان فيلمه الجديد علي الزيبق، واللي هيصوره في الفترة اللي جاية وهينزله كمان في موسم عيد الفطر 2017. واختار صناع العمل دولة المغرب علشان يصوروا فيها الفيلم بالكامل،
محمد إمام سبق وقام بتصوير فيلمه الأخير جحيم في الهند بالكامل في الهند وحقق كمان نجاح كبير جدا. بتستعد المطربة التونسية شيمة هلالي لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة عجلتا، والأغنية من إنتاج شركة روتانا لمرئيات والصوتيات، وهي من كلمات تركي الشريف وألحان أحمد حداد ومن توزيع هشام السكران. وقامت شيمة بتصويرها في بيروت مع المخرج العراقي علاء الأنصاري. طرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة روح وقامت بتصويرها كمان في شكل درامي، والأغنية من كلمات شفيق كارم ومن ألحان تامر حجاج ومن توزيع زيزو فاروق. انتهت الفنانة إيمي جاكسون من تصوير مشاهدها في الفيلم الهندي الجديد رابط 2، وبتستعد المشاهد تانية مع شريكها في الفيلم وهو الفنان أكشاي كومار. جاكسون كمان بتقوم حاليا بتصوير أغنية رومانسية لرابط 2 في مكان سياحي شهير بأوكرانيا، واسم الأغنية نفق الحب. الفنان الهندي سيف علي خان بيسابق الزمن عشان ينتهي من تصوير فيلمه الجديد الشيف، واللي بيصوره دلوقتي في ولاية كيرلا، وده علشان ينتهي من التصوير قبل ما عاد ولادة زوجته الفنانة كارينا كابور في أول ديسمبر. ودلوقتي نطلع لفاصل نرجع نكمل حلقتنا، استنونا. بيواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد هروب اضطراري، وده بمشاركة الفنانة غادة عادل وأمير كرارة وفتح عبد الوهاب ومصطفى خاطر. وبيشارك كمان في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومنهم الفنان عزة أبو عوف ومحمد عادل وبيومي فؤاد، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد خالد موسى. وظهر السقا في كواليس فيلم هروب اضطراري بلوك جديد، وظهر كمان بشعر قصير ودقن وشنب. وتم تصوير مشاهد كتيرة من الفيلم في القرية الذكية وفي جامعة القاهرة وفي وسط البلد ومتحف الزراعي، وهيسافر كمان فريق العمل للساحل الشمالي خلال الأيام اللي جاية علشان يصوروا بعض المشاهد هناك. وبتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، لكن أكد المخرج أحمد خالد موسى أن أحمد السقا هيقدم الأكشن بطريقة مختلفة، وكمان هيكون مختلف في شكله وفي لبسه تماما. من المعروف أن ده أول تعاون بين الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، لكنه كان تاني تعاون يجمع بينه وبين الفنانة غادة عادل بعد طبعا ما قدموا مع بعض مسلسل الميزان في شهر رمضان اللي فات. وبترجع كمان الفنانة غادة عادل والفنان أحمد السقا من جديد، وبيتعاونوا مع بعض بعد غياب 6 سنين بعد ما جمع بينهم فيلم ابن قنصل، وشاركهم في البطولة الفنان الراحل خالد صالح. ده انتي وزة صحيحة يا بنتي، متعرفش الأستاذ عادل ساكن فين؟ أحب الأدفانت، احنا بقى نقضيها قصة حكيات سر. كنا اتفقنا يعني قلت شديد الأهمية خاصة. لا أنا قلت كار بتقول أختي بوسي وبنت عمتي. أي بنت عمتك وكاس تشربي إيه؟ ها؟ ما هو شربني شربت. ومن المتوقع ان الفيلم يستمر تصوير لمدة شهر، وكمان هيكون معاد عرض في موسم اعياد الكريسماس اللي جاي. يا ترى ايه هي علاقة كريم فهمي بزمايله في كواليس مسلسله الجديد؟ لو عايزين تعرفوا استنونا. عدد كبير من النجوم والفنانين في مصر من مواليد برج العقرب، ومن بين بقى الفنانين دول الفنان احمد عبد الله محمود، واللي بيحتفل الايام دي بعيد ميلاده. كاميرا عربود قابلت الفنان احمد عبد الله محمود في لقاء حصري للبرنامج، وكشف لنا قد ايه بيعتز بمواليد برج العقرب، وكلمنا كمان عن الخاتم اللي لابسه على شكل العقرب. برج العقرب مش عارف، بحس ان برج طيب يعني، وبحس الخاتم ده يعني ماي لاكي رينج، خاتم الحظ بتاعي ده. مراتي كان في حد جاي من امريكا فقالت له عايزه شكل معين لشكل لحاجه معينه وبتاع، عشان احمد جوزي عقرب، هو ده النتيجه يعني. ولان زوجه الفنان احمد عبد الله محمود النجمه السوريه ساره نخله، وهي اللي اشترت له الخاتم في عيد ميلاده، طبعا كان لازم نتعرف على قصه الحب اللي بينهم وازاي اتجوزوا. شفت ساره نخله قعدت ترغي في ودنها 3 ساعات، اول مره في حياتي تحصل مع حد وابقى يعني بني ادم عندي استرسال كده كتير، بحكي وعايز اقولها كل اللي جوايا، وعايز اقولها كل وجعني، وعايز اقولها كل اللي بسطني، وعايز اقولها انا مبسوط دلوقتي ليه وفرحان ليه. فبقيت مش فاهم يعني، انا عمري ما كنت كده، انا فالجر شويه بطبيعتي، انا مش رومانسي يعني، مش حبيب يعني. ف اتبسطت لان انا لقيت حد حسيت معاه بكده، هي حسيت ان هي نفس الاحاسيس عندها. الفنان احمد عبد الله محمود تالق في دراما رمضان اللي فات، وقدم اكتر من عمل درامي اشاد بيه الجمهور والنقاد. صوروا كله يصور
لما واحدة تتصور بقميص لون لجوزها كانت بتقصوله كل الناس هتنسى يا مرسي، انما لما راجل يتصور بقميص نوم مفيش كلب في المنطقه هينساها. المشهد ده اثار كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، لكن الفنان احمد عبد الله محمود ما اهتمش بكل ده وانتقد كمان التعامل الخطا مع المشهد الدرامي. دايما انا اسمي ممثل، يعني باخد اجر قدام الدور اللي انا بعمله من الاخر يعني، فمش كده بس، انا شايف ان انا اعمل اي دور في الدنيا. الممثل الصح والجريء واللي عايز يقدم حاجه تمثيليه فعلا بيبقى مش مركز قوي. يعني هقول لك على حاجه، انا مثلا استاذ خالد الصاوي عمل الدور بشكل غريب جدا، تمام، وده كان اكتر قساوه من اللي انا عملته بكتير. يعني انا ما عملتش الجاي، انا عملت الولد اللي هو من كتر قله ادبه ومن كتر ما هو مستفز جدا فكان لازم يتكسر. طبعا مسلسل الاسطوره في رمضان اللي فات كان في عدد كبير مشاهد العنف، وده خلى النجم محمد رمضان يتعرض لانتقادات رغم النجاح الكبير للمسلسل. شفت فعلا انه اكتر واحد بيتشاف اليومين دول، فعلا اكتر ممثل بغض النظر انت بتحبه او لا، بغض النظر انت موافق على المسلسل وحابب المسلسل او لا بتتفرج. بقيت مستغرب، يعني انت دلوقتي بتقول انا ما بحبش فلان الفلاني، تمام، فليه بتتفرج؟ عشان هو عنده، الله اكبر، عنده كاريزما عجيبه جدا، انت عايز تشوف الولد ده هيعمل ايه. كمان من بين المشاركات الأخيرة للفنان أحمد عبد الله محمود كانت مشاركته في بطولة فيلم حرام الجسد، وده مع النجمة نهدي السباعي. سمعت نفسك ليه يا فاطمة؟ واللي حصل بيني وبينك ده محدش عارف عنه حاجة. الست ما بتحملش غير من الراجل اللي بتحبه، وأني ما بحبكش. راح مزه النار حسن، بتحرق نفسها بنفسها واللي حواليها. مساء الخير يا أخوي. مساء الخير يا فاطمة. حرام الجسد اتظلم بسبب في ناس شافوا الفيلم من منظور تاني خالص. انا عامل مباراة تمثيل، سواء الاستاذ محمود البزاوي، سواء زميلتي العزيزة نهد فريد شوقي، نهد السباعي انا اسف، سواء الاستاذ زكي فضيل عبد الوهاب اللي هو يعني انا بحبه جدا شخص وقلبا وقالبا جميل جدا، سواء محمد علي، يعني في ناس لا، كان فيلم مهم. خالد الحجر مستفز جدا، مخرج غريب يخليك يعني زي ما بيقولوا بيعمل كده للممثل، بيعصره عصر فعلا مش هزار. الفيلم كان فيه مشاهد كتير صعبه وجريئه، وده طبعا كان قرار جريء جدا لاحمد عبد الله انه يلعب الدور. في مشاهد انا مش عارف اعمل فيها ايه وانا بقرا الفيلم، يا نهار ابيض ربنا يستر هعمل ايه، بس ده لاي ممثل مستفز جدا مهم جدا. بتبقى عامل زي يعني الفلكسبيليتي بتاعتك بتبقى عامله ازاي، انت بتحاول تمرن نفسك انت ازاي بتبقى يعني انا مش عارف، انا ما بحبش يبقى كل ممثل ليه مدرسه، انا بحب يبقى كل فيلم ليه طعم، انا بحب يبقى انت اداة في ايد المخرج كده، هو عارف انت ليك طعم خاص، بس طعم الخاص ده انا ازاي هخليه يبقى يعني دايب في الفيلم. كمان احمد عبد الله محمود كان ليه تجربه في مسلسل النجمه نيلي كريم سقوط حر، وهو من اخراج شوقي المجري، واللي اتصورت فيه مشاهد كتيره جدا وصعبه. انا عامل الضابط اللي بيكتشف الجريمه، اول مشهد في المسلسل بيدخل بيطلع البيت بيلاقي الجثه ويلاقي نيلي، فبيبتدي يبلغ، بيبتدي يعمل شويه حاجات كده لغايه ما بيسلمها للنيابه وبيختفي. شوقي المجري مخرج، ده من اهم المخرجين اللي انا كان نفسي اشتغل معاهم من ايام نابليون والمحروسه. اول ما شفت نابليون والمحروسه اتخضيت، كان نفسي ابقى في عمل زي ده، وخصوصا هو اللي طالبني يعني بالاسم، انا عايز احمد يعمل ده.
فاستغربت، طب اشمعنى ده؟ هو تعالى نعمل ده، تعالى نقعد مع بعض ونتكلم. فرحنا اتكلمت انا وهو محمود سليم الكاستنج دايركتور بتاع الحكايه، اقنعوني بصراحه. قال لي هنعمل حاجه، يعني انا عارف انت بتعمل ايه اليومين دول، بس انا عايز اقدم ده، وخصوصا ان ده مع نيلي، يعني ده تمثيل قدام نيلي، المشهدين ثلاثه قدام نيلي. فانا بالنسبه لي هي بحبها حب عجيب كإنسانة وكفنانة وككل حاجة في الدنيا. طبعا الفنان أحمد عبدالله محمود هو ابن الفنان القدير الراحل عبدالله محمود، ورغم كده دخل أحمد الوسط الفني بدون مساعدة من حد. بص أنا مش عايز أزعل من حد، أنا مش عايز أقول كان عملوا فيا وسووا وما حصل مش عارف ومحدش عمل لي حاجة والحاجات دي، مش ده. أنا بالنسبة لي اتحسبت أن الناس مش دايما عندها وقت لكل الناس مبدئيا. تاني حاجة أنا كنت طفل، كنت لسه مش باين أوي أنا هبقى عامل إزاي أو إيه اللي حاصل. أحمد عبد الله محمود حكى العرب وود عن اللحظات اللي تعرض ليها بعد وفاة والده. عن 16 سنة اللي هو أنت لسه بتتشكل من المراهق للراجل للشاب يعني لسه كان عندي حبوب يعني وحاجات، كنت طفل يعني، وأنا كنت مدلل جدا متدلع يعني، أبويا كان مدلعني أوي مش عارف ليه، هو كان بيخاف عليا جدا يعني. فاللي هو يعني المصريين من طبعهم ان هم صغيرين بيتبهدلوا وبيركبوا ميكروباصات ويروح ويجي ويروح الدرس مش عارف ماشي ويعمل مش عارف ايه، الحاجات دي ما كانتش عندي تماما لغايه سن معين. لازم هو اللي يوديني، لازم والدتي هي اللي توديني، لازم حاجات. فده اللي كسرني جامد بعد ما توفى. فجاه ما لقيتش محدش بيعمل لك اي حاجه، فما فيش محدش هيعمل لك حاجه. فكان عندي اعتقاد ان انا ابن عبد الله فعايز امثل يا جماعه، فاه يا حبيبي تعالى هنروح نمثل. فما فيش، ده ما حصلش. أما بالنسبة للخطوات الأولى في عالم الفن فكان دور صغير مع النجم الراحل خالد صالح في فيلم هي فوضى. عملت مشهد في هي فوضى، رحت عملت أبليكيشن، عملت مشهد كنت عسكري بدخل أقول لأستاذ خالد صالح إن في مسجون مات في السجن من امبارح. فبيقول لي فين؟ فبقول له اتفضل يا باشا، فبيدخل معايا بقول له خلاص، بيقول لي خلاص خرجه وبكرة لما يموت نبقى نشوف إيه اللي هيحصل. فبقول له بكرة إيه يا باشا؟ الراجل ده مات، مات أهو ومرافع إيده كده مات. كان حسن كفته الله يرحمه، مش هنساه برضه. وشكرا على كده. استاذ خالد يوسف شافني وانا داخل، فانت انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ كنت لابس عسكري بقى وبتاع وشايل السلاح والحاجات. فقلت له داخل اعمل كذا 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 كذا، واستاذ كمال منصور هو اللي قال لي جبت لك الشخصيه دي ومش عارف ايه. فقال لي خش غير، انت مش هتعمل الكلام ده، انت ابن عبد الله محمود، انت عبيط كده. ولان احمد عبد الله محمود كان مصر انه يعمل المشهد، فدخل المخرج الكبير يوسف شاهين علشان يشتكي له. دخلت على جو بعيط، استاذ يوسف شاهين بعيط زي العيال الصغيره، انا عايز امثل وهو مش عايزني امثل، طب هو مين؟ هو مش عايزني امثل، طب مين هو؟ قول لي. قلت له استاذ خالد، قال لي هسالك سؤال، انت حابب؟ قلت له حابب. قال لي عرفت هتعمل ايه؟ قلت له عرفت هعمل ايه. قال لي خلاص اقعد. قعدنا انا وهو فطرنا، كان هو طبعا تصوير استاذ يوسف شاهين ده حضور 6 الصبح، مفيش دقيقه تاخير. فقعدنا فطرنا مع بعض وبتاع، دخلت صورت، عملت اول المشهد ده قلت جملتين، ولا الجمله اللي هي بتاعتي حاتم باشا، انا كنت عايز اقول لك ان في مسجون مات في السجن من امبارح. فراح بعد ما قال كات بيقول للاستاذ خالد كده، قال له في حاجه، قال جمله بالفرنش كده ما فهمتهاش طبعا ساعتها، فصوته جميل قوي. فلقيت لوكيشن واحد استوديو مصر كله ايه بيسقف. ومن الواضح ان احمد عبد الله محمود لسه عنده كتير علشان يقدمه للجمهور. تابعوني و ما تحكموش عليا دلوقتي خالص، استنوا لما اكتمل فعلا بكل ما هو معنى من معاني الاكتمال والنضوج كممثل او كانسان، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هتلاقوا حاجة يعني تضايقكم، وهتلاقوا حاجات تفكرنا بعبد الله، يا رب بقى نصه بس ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما احنا قادرين كممثلين وكفنانين عامة، من اول عمال اضاءة لممثلين لمخرجين لمنتجين، نبقى قادرين نعمل لكم حاجة تبقى مفيدة وتبقى بالنسبة للجيل اللي جاي احسن واحسن واحسن. بعد شويه هيكون معانا لقاءات خاصه لكاميرا عرب وود مع النجمه هاني رمزي والنجمه مايا نصري في كواليس فيلمهم الجديد قسط بيوجعني، خليكم معانا. ودلوقتي هنروح معاكم لاخبار السوشيال ميديا، وهنبداها معاكم مع مادلين مطر واللي نشرت على انستجرام مقطع فيديو ليها مع الفنانه ميسه حمدان،
وكمان كتبت وقالت احب الفنانات الطيبات الاصليات امثال الجميله ميسة همدان، وشكرتها على الكلام الحلو اللي قالته في حقها. وعلى انستغرام نشر الفنان احمد حلمي صورتين لزوجته الفنانه منى زكي وهي بتتكرم، وكتب لها تعليق بيقول فيه مبروك تكريم الاهرام مع ايموشن قلب. ونشرت الفنانه وفاء عامر على انستغرام صوره صباحيه من بيتها وقالت لجمهورها صباح الفل والجمال عليكم. وعلى انستغرام نشرت الفنانه بلقيس صوره بتجمعها بوالدها من حفلتها الاخيره بدار الاوبرا، وقالت انها دايما بتنظر لوالدها بعين المعجبه وانها فخوره دايما بيه، وقالت كمان انه شكرا ليك لانك علمتني ازاي استغل الشهره في حب الناس وتسخير عوائدها لخدمتهم. وعلى تويتر وجهت الفنانه نوال الزغبي رساله للفنانه هيفاء وهبي وقالت لها حبيبتي هيفاء الحمد لله على سلامتك، نشكر ربنا انها عدت على خير وانتبهي على حالك تاني مره. وعلى تويتر كتبت الفنانه ديانا حداد تغريده بتقول فيها ان الاقوياء هم اللي بيستخدموا ابتسامتهم باستمرار مهما كانت ظروفهم. ولسه مكملين اخبارنا فقراتنا معاكم بعد الفاصل. فيلم قصة بيوجعني هو احدث افلام النجم هاني رمزي، وهو ده الفيلم اللي بترجع بيه الفنانه مايا نصري من تاني للسينما بعد غياب طويل. كاميرا عرب وود قابلت نجوم وصناع الفيلم واللي اتغير اسمه من قصة مريح لقصة بيوجعني، وفي البدايه كان معانا لقاء مع مايا نصري وكمان كشفت لنا عن سبب الغياب. اولادي كانوا واخدين اكتر وقتي الفتره دي، يعني مع ولاد ميكايلا وبعدين جوفاني وبعدين عملية القلب اللي خضع لها ابني، بس نشكر ربنا هو دلوقتي كويس جدا. فكنت فضلت ان انا افضل حضنهم شوية الفترة دي لحد ما ربنا قدرني. حس يعني ايهاب لمع جوزي المخرج شجعني قال لي لو مش عشانك حتى عشان ولادك حلو ان انت تنطلقي وترجعي تاني، وهو ده اللي حصل. وسألنا مايا نصري عن كواليس الفيلم الجديد وكشفت لنا عن شخصيتها في الفيلم. هو طبعا في كوميدي بس هو في اسود برضو، يعني في اللي هو الحاجات اللي بتوجع، الحاله الاقتصاديه والحاجات اللي بيعد فيها الشعب، يعني فيها اوجاع كمان بس بتتقدم بقالب كوميدي. الشخصيه اللي انا باديها اللي هي سوسن بنت بلدي يعني شعبيه، بس يعني جار عليها الزمن، فبيجي أكمل اللي هو أستاذ هاني رمزي وبيمد إيده بيساعدها، فبتحصل قصة لطيفة بينهم كده. وبيعتبر الفيلم ده تحدي المايا في دور البنت الشعبية، وده بعد ما تعود جمهورها على الأدوار الأرستقراطية. بالعكس أنا كان بالنسبة لي هو ده التحدي، يعني أنا حسيت أن أنا لو عملت الدور ده بقى تحديت نفسي وعملت حاجة جديدة. دايما رومانتك، دايما شيك، دايما بنت ناس مش عارف ايه، وحلو كمان ان انت تكوني زي ما الناس عايشة. يعني لما بقول شعبي يعني ايه شعب؟ يعني كلنا، يعني زي ما انا ممكن ابقى في بيتي على فكرة، او اي حد يبقى في بيته مش زي ما بيترسم قدام الناس. شعبي يعني الأصالة، يعني الحاجات البيور. وخلال لقائنا مع مايا نصري فاجئنا هاني رمزي وقدم بوكيه ورد المايا بمناسبة رجوعها للساحة الفنية. أنا ببارك لمايا وبقول لها نورت مصر ونورت الفيلم، وعايز أقول لها بجد بجد أنا فرحان جدا 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 إن كنت معايا. مايا نصري رجوعها مش بس هيكون للسينما، لأنها كمان هترجع للساحة الغنائية من تاني بألبوم جديد. كمل وحدك تحضر على فترة يعني شوية طويلة، خد وقت اختيارات الأغاني، بيضم 8 أغاني منهم واحدة لبناني، والتيم اللي اشتغلنا مع بعض هيبقى مفاجأة لطيفة للناس كلها. أما مخرج الفيلم إيهاب لمعي وزوج الفنانة مايا نصري فكلمنا أكتر عن سبب توقف مايا السنين دي عن الفن. ما هي مايا كانت يعني توقفها كان لظروف أسرية، يعني ظروف حمل وولادة وحاجات كده. كمان كلمنا المخرج إيهاب لمعي عن تجربته الجديدة في الفيلم مع هاني رمزي. أولا هاني أنا بعد ما تجربة نوم الثلاث أنا حبيت جدا أشتغل معاه تاني، لأن هاني حصل بينا توافق كبير يعني على المستوى الفني، وأنا بحب هاني جدا كممثل يعني. والفيلم دوت قصة مريحة أنا كنت عارضه على هاني قبل نوم الثلاث. أما قصة الفيلم وحكايته فهنعرفها من إيهاب لمعي، وكشف لنا كمان عن الفنانين اللي شاركوا فيه. بتكلم عن معاناة الناس في ظروف المعيشة الصعبة، في اللي بيحصل حوالينا، في ازاي ان بيبقى في
حاجات وعوامل بت 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 بتخلي الناس محبطة وبتخلي الناس. طبعا احنا مش بندي صورة سوداوية، بس في نفس الوقت بنكشف الناس تعبانة قد ايه. معنا حسن حسني ومعنا مجموعة من الوجوه الجديدة كمان. كاميرا عرب وود كان ليها اللقاء كمان مع النجم والكم الديني الكبير هاني رمزي. فيلم قصة بيوجعني هو طبعا فيلم كوميدي، يعني ما ان شاء الله هيبقى فيه ضحك جديد على الناس وجديد عليا انا كمان، لان سكة جديد عليا. بتمنى يا رب تعجب الناس، لان الفيلم مهم قوي، فيلم مهم جدا، يعني انا بناقش من خلاله حاجات كثيره جدا، وفي معاني حلوه وفي انسانيات حلوه قوي، وفي حته برضو رومانسيه كده بيني وبين البطله مايا نصري. يعني كمان كشف لنا هاني رمزي عن مدى سعادته بمشاركه نجوم كبار معاه في الفيلم. مبسوط جدا بمايا، يعني مايا فعلا منورانا في الفيلم وانا سعيد بيها جدا. الفيلم طبعا تأليف وإخراج الأستاذ إيهاب لمعي وإنتاج الأستاذ هاني ويليام ومجموعة كبيرة جدا من نجوم مصر معانا، وعلى رأسهم طبعا أبويا، يعني ربنا يحفظه يا رب ويديله طولة العمر الأستاذ حسن حسني. ما هو ما بيسيبنيش حقيقة، يعني دايما واقف في ظهري، يعني سبورت ليا. بس أنا ما تصوريش بجد، أنا بفرح معاه جدا، بفرح لما بيشتغل يعني كده وأنا أبقى جنبه ويبقى أنا ده أبويا. أما شخصية هاني رمزي في الفيلم فاعتبرها إنها الأول مرة بتتقدم في السينما المصرية. الشخصية هنا هو اسمه أكمل، ولأول مرة بتتقدم الشخصية ديت على الشاشة، على الشاشات كلها، يعني سواء في التلفزيون أو في السينما. شخصية محصل الأقساط، هو شخص طيب قوي ورومانسي وجميل ويعني بس شاطر في شغله، لكن لما بيروح للناس الناس بتحس انه ده القضاء المستعجل، يعني لانه طبعا جاي ياخد منهم فلوس، جاي يحصل لقصات، ودي لحظه بتبقى صعبه على الناس يعني. وفي اخر لقائنا مع الفنان هاني رمزي سالنا اذا كان هيشارك في عمل درامي في رمضان اللي جاي ولا لا. انا اشتقت اني اقدم دراما، واعتقد لو انا قدمت في رمضان مقالب تانية، ده اذا يعني توفرت الفكره الحلوه، يعني ساعتها هقدم الدراما بعد رمضان. بعد شويه لقاءات حصريه لكاميرا عرب وود مع ابطال مسلسل اختيار اجباري، خليكم معانا. دلوقتي نروح لاخبارنا العالميه، واللي هنبدأها مع إقامة حفل توزيع جوائز إنستايل أوردز في لوس أنجلوس، واللي حرص عدد كبير من النجمات على الحضور فيها. كان في مقدمتهم النجمة العالمية نيكول كيدمان، واللي ظهرت مع زوجها وفازت بجائزة ستايل آيكون، وتصورت خلال الحفلة سيلفي مع عدد كبير من النجمات. نشر موقع جاست جاريت صور النجمة العالمية ساندرا بولوك وهي بتصور مشاهد جديدة من فيلم أوشنز 8، وده في مدينة نيويورك. وظهرت في الصور مع النجمة كيت بلانشيت واللي بتشاركها في البطولة، واللي من المقرر عرضه في السينمات في 2017. والفيلم بيضم عدد كبير من النجمات زي آن هاثاواي والمطربة ريانا، وبيعتبر الفيلم ده إعادة إنتاج لفيلم أوشنز 11 واللي قام ببطولته جورج كلوني في 2001. افتتحت النجمة العالمية ميريل ستريب الدورة 29 من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بفيلمها فلورنس فاستر جينكنز، وخطفت النجمة الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أنيق. كمان حضر رئيس الوزراء الياباني المهرجان، وبتستمر فعالياته لحد 3 نوفمبر. كتب النجم العالمي ليوناردو دي كابريو على حسابه الخاص على تويتر إن الجمهور يقدر يشوف فيلمه الجديد بيفور ذا فلود على الإنترنت مجانا يوم 30 أكتوبر. والعمل هو فيلم وثائقي بيناقش قضية التغير المناخي واللي بيهتم بيها ليوناردو لحد كبير، حتى إنه ذكرها في خطابه وهو بيستلم جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم ذا ريفيننت. ودلوقتي نطلع لفاصل نرجع نكمل حلقتنا، استنونا. للمرة الثالثة بيجمع عمل فني جديد ما بين الفنانين خالد سليم ومي سليم من خلال مسلسل اختيار اجباري، وده بعد مسلسل ابو هيبة في جبل الحلال للنجم الكبير محمود عبد العزيز وفيلم شك الدبوس. كاميرا عرب وود قابلت ابطال اختيار اجباري خلال تصويرهم لمشاهد المسلسل، وفي البداية قابلنا الفنان خالد سليم. كل العناصر متوفرة ما شاء الله، يعني بصراحة من السكريبت القصة بشكل عام، الدور بشكل خاص، جهة الانتاج، المخرج مجد سميري التونسي، وبتكلم على العيوب اللي الناس ما تعرفهاش عن السوشيال ميديا والحاجات اللي الناس ممكن توافق عليها لمجرد انها تخش على الابلكيشن وتعرفش ايه العواقب. اما عن تجربته الثالثه مع مي سليم، فاكيد خالد هيقول لنا كلام كتير.
حبيبتي وصديقتي وزميلتي، وعلاقتنا كويسه جدا ببعض كزملاء، وعائليا علاقتنا كويسه جدا ببعض، في كيمياء كويسه جدا بيننا وبين بعض، وواضح جدا ان يعني المنتجين والمخرجين شايفيننا دايما عاملين دويتو حلو، يعني بدايه من جبل الحلال، وبعد كده شك الدبوس، وبعدين دلوقتي اختيار اجباري. واضح ان في كيمياء حلوه بيننا. هو من فتره قريبه طرح خالد سليم البومه الجديد استاذ الهوى، واللي صور منه كليب اطمن. البوم نزل الحمد لله من 3 أسابيع، وعامل جو اصداء جميله جدا مع الناس. الكليب اللي اتصور اغنيه اطمن برضو عامله الحمد لله نقله جميله في تاريخ او في غنائي في على المستوى الغنائي يعني. قابلنا كمان الفنان كريم فهمي، واللي بيشارك في بطوله مسلسل اختيار اجباري. كاتبه حازم متولي، ورق حلو قوي، سكريبت كويس قوي، حلو يعني. والمخرج مجدي السمري اللي جاي من تونس، لاول مره في مصر، بس هو ليه اسم كبير بره، شغله حلو قوي. اما شخصيه كريم فهمي ففيها شبه كبير جدا من شخصيته. اسمه مالك، وليه اصحاب ادم ويوسف اللي هو خالد وزاهر. هو شغال في دبي في شركه اتصالات في دبي، وبيرجع مصر بسبب احداث معينه لازم يرجع لها. ولما سالنا كريم فهمي عن اجواء التصوير وراحه التعاون ما بين فريق العمل، كانت اجابته مفاجاه. محدش بيحب حد، كله بيكره بعضه. اسمع مني بس، وكله بيكره بعضه، ونفسنا رهيبه ما بين الممثلين، بين انا وزاهر وما بين خالد سليم، وخناقات ومشاكل. لكن بعد لحظات اكتشفنا انه كان بيهزر. العلاقه كويسه جدا الحمد لله، بس انا ما بحبش اقعد اقول الكلام ده لان بحسه كلام ملزق قوي، واحنا كنا اسره واحده، فعشان كده قلت لك بقى خناقات ونفسنا عشان نخلص يعني. وفي اخر لقائنا مع كريم فهمي كشف لنا عن اخر اخباره الفنيه. جاي ما ده هو اللي ربنا سبب فيه الاسباب ان هو الناس تعرفني منه بشكل كويس، فما اقدرش اقول له لا باي شكل من الاشكال. ما اقدرش اقول لا انا مش عايز اعمل اجزاء، حكايه بنات ده انا تحت امره في اي وقت وفي اي مكان وباي شكل من الاشكال اللي هم عايزينه. انا مع حكايه بنات. اسمه وقت علي بابا، يعني ما فيش غير روبي، واخراج استاذ شادي الرملي، وانتاج الاستاذ محمد السبكي، اشراف رنا السبكي. مسلسل اختيار اجباري اللي بيناقش قضايا ومخاطر السوشيال ميديا على الجيل الجديد بيضم مجموعه كبيره جدا من الاطفال. انا دوري هنا نغم مالك بنت كريم فهمي وهيدي كرم. دوري شرير شويه غير ابو البنات وكده. انا دوري اسمه طارق، صاحب نغم في المدرسه، نغم اللي هي بنت كريم فهمي. هي المهم ان هي شخصيتها ان هي ما ينفعش تبقى عايزه تعمل حاجه وما تعملهاش. عمل دور مادلين، هي بنت نصها لبنانيه ونصها مصريه عايشه في الغردقه. هي بتعمل مشاكل كتير وخبيثه. اما مخرج المسلسل المخرج التونسي مجدي السميري، فبيعتبر المسلسل ده اول تجربه دراميه في مصر. تجربه الحمد لله لحد دلوقتي، يعني احنا عندي اكثر من 3 شهور في مصر، وعندي اكثر من شهر من اللي بدينا تصوير. الحمد لله ماشيين في طريق حلو قوي. متشرف قوي يعني بالتجربه هذه اللي قاعد نشتغل فيها مع ممثلين شاطرين ومع منتجين شاطرين، واللي هما فاهمين دماغي عامله ازاي، كما قالوا لي هما يعني فاهمين دماغي عامله ازاي، وقاعدين نحاول نقدم حاجه مختلفه على اللي قاعد يتقدم كله. وكلمنا المخرج مجدي السميري اكتر عن تفاصيل المسلسل وعن القضايا اللي بيناقشها. اختيار اجباري، احنا فاكر لما عملتي انت مثلا الفيسبوك لاول مره واعطاك كتير شروط، وبعدين تحط اي اجري وتدوسي، انت عمرك ما يونيجيشيت يعني البنود نتاع العقد، بتختار، وهو اختيار اجباري، والا تقعد اوت اوف ذا بوكس. هو المسلسل اللي يحكي على السوشيال ميديا، وزي السوشيال ميديا غيرت حياتنا، يعني فيسبوك وانستغرام وواتساب وحاجات كتير يعني زي كده، اللي احنا لما اخترنا نكونوا فيها ما كانش باختيارنا، كان باختيار اجباري. في البوزيتيف سايد والنيجاتيف سايد، يعني في كتير ناس تعرفت على بعض وحبوا بعض وتجوزوا من فيسبوك مثلا، وفي ناس اتخربت بيوتها. كمان قابلنا بطله المسلسل النجمه مي سليم. لوكيشن مسلسل اختيار اجباري مسلسل مهم جدا، مسلسل انتاج الضخم للاستاذ تامر مرتضى وخالد حلمي، تاني تعاون ليا معاهم بعد الصياد، ودلوقتي المسلسل ده انا شايفه انه مهم جدا، وهو تاليف الاستاذ حازم متولي واخراج الاستاذ مجدي السميري. اما بالنسبه لدورها في المسلسل فهي شخصيه واقعيه هتحكي لنا عنها. مسلسل بعمل فيه شخصيه ياسمين، شخصيه طبيعيه جدا واقعيه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت المسلسل بيتكلم على السوشيال ميديا وتاثيرها في حياتنا واللي بيحصل في حياتنا والكوارث والحاجات الحلوه والحاجات الوحشه وازاي بتاثر في حياتنا اليومين دول. وسالنا كمان مي عن التعاون الثالث مع خالد سليم وتعاونها الاول مع المخرج التونسي مجدي السميري.
تعاوننا قبل كده في مسلسل جبل الحلال وتعاوننا في فيلم شك الدبوس ودلوقتي اختيار اجباري. كتير قوي بيسالوني انت وخالد اخوات، بقول لهم ده زي اخويا واكتر كمان، بحترمه جدا وبحبه وبحب اشتغل معاه. كنت خايفه في المخرج تنسي وايه اللي هيحصل وهيتعامل معانا ازاي، حسيت يعني انا اتمنى اني اكرر تجربه تاني معاه. كمان كشفت لنا مايا عن البومها الجديد واللي هينزل قريب. ألبوم نزل على بداية السنة، خلاص خلصته واستقرينا على كل حاجة. ومن بين أبطال مسلسل اختيار إجباري الفنان فراس سعيد، وكمان كشف لنا عن دوره في المسلسل. هو اسمه حاتم، رجل أعمال ناجح قوي في حياته، الناس كلها بتحبه ولذيذ جدا مع الناس كلها، وبتكتشفي فجأة أني في جوه البيت وعلى الإنترنت هو متقمص دور طفل عنده 15 سنة وبيعاكس البنات اللي في السن ده، وفي لحظة من اللحظات المشاكل دي بتكبر قوي. بصي موضوع كبير وقمة الشر كلها اللي في الدنيا، دور مختلف بالنسبة لي. الفنان أحمد زاهر هو كمان من أبطال المسلسل اللي سبق واعتذر عنه. قضية مهمة جدا، ورق كويس قوي كتبه حازم متولي، وقضية لم تناقش في المجتمعات العربية قبل كده، اللي هي ما مدى أضرار ومساوئ السوشيال ميديا. هو المسلسل أساسا أنا كنت مترشح له من شهر رمضان، بس كان عندي ظروف خاصة كده منعتني إن أنا أشتغل فاعتذرت، وبعد كده هم بدأوا تصوير وفضلوا محافظين على الدور لغاية لما كلموني تاني، وأنا كانت الظروف بتاعتي اتحسنت فانضميت لي. وسألنا أحمد زاهر عن رأيه في المخرج التونسي مجدي السميري. أستاذ مجدي السميري مخرج تونسي، أول مرة أنا بتعاون معاه، بس بجد من بعد أول مشهد أو من بعد تاني مشهد أبهرني، وأبهرني جدا جدا جدا، أبهرني جدا، وحسيت إن أنا مع مخرج واعي جدا وفاهم جدا كل حاجة هو بيعملها، ومتهيألي إن هو هيبهر الناس لما المسلسل يتعرض إن شاء الله. وكشف لنا النجم أحمد زاهر عن مسلسل جديد بيشارك فيه مع مجموعة ضخمة من النجوم. إن شاء الله في مسلسل أنا مضيته، ده بطولة جماعية كبيرة جدا، فيه حوالي 35 أو 40 نجم مصري، اسمه الطوفان، إخراج أستاذ خيري بشارة وتأليف وائل حمدي وإنتاج أستاذ ريمون مقار وأستاذ محمد محمود عبد العزيز، وده هيضم نجوم كبيرة كتيرة جدا 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 من النجوم المصرية، كلهم متجمعين في عمل واحد. الفنانة إنجي المقدم بتشارك في أحداث المسلسل واللي بتوصل عدد حلقاته لستين حلقة. أنا مصورة تقريبا 7 أيام، لأن أنا في الجزء الأولاني أول 30 حلقة ماليش ظهور قوي، معظم مشاهدي بيكون في الجزء الثاني. اللي عجبني كذا عامل، اللي عجبني الورق جدا، القضية اللي بيناقشها مكتوب ازاي، عجبني طبعا شغل المخرج استاذ مجدي السميري، مجموعه العمل. وكشفت لنا كمان عن شخصيتها في المسلسل. دور ريهام دور جريء جدا وست ذكيه وقويه وماسكه مديره مكتب احد رجال الاعمال الكبار جدا، عارفه هي عايزه ايه، بتاخد كل اللي هي عايزاه، فجاه بتحب، بتلاقي نفسها متورطة مع الشخص اللي بتحبه ومجموعة اللي معاه في أزية الراجل اللي هي ماسكة مكتبه، فهي شخصية مختلفة عن أي شخصية تانية. أما الفنانة القديرة سلوى محمد علي فبتشارك في المسلسل من خلال شخصية مميزة جدا. الموضوع الأساسي في المسلسل ده السوشيال ميديا وتأثيرها على العيلة العربية والمصرية، تأثيرها على العلاقات بين الناس وبعضها. السوشيال ميديا بتبوظ علاقات وبتعمل وبتبني علاقات وبتبعد ناس وبتقرب ناس، عملت وحتى عملت عادات جديدة. الست اللي في سني اللي بقى عندها الشغف بالسوشيال ميديا، الشغف دايما بيبقى للشباب وبيبقى للولاد الصغيرين، المختلف في الست دي انها يعني الستات دول بيتفرجوا على التلفزيون، بتقرا كتاب، عزة. فالست عزة دي فجأة كده اكتشفت هذا المارد ودخلت في العالم ده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من عربود، هنشوفكم بكره في نفس الميعاد. ميرسي جدا ليك يا فاروق. ميرسي دانا. واكيد طبعا كمان ما تنسوش تابعونا وتشاركونا من خلال موقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتوحشونا، باي باي. سلام.